السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. طبعا في البداية متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله إن شاء الله يوصل لحضراتكم، وتسيبوا كومنت حلو تقولوا ايه رأيكم في الفيديو النهاردة، استفدتوا منه ولا لأ، ومتنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. النهاردة إن شاء الله هعمل أكلة جميلة جدا وأكلة صحية خالص وموفرة، عشان احنا انتوا عارفين احنا في نهاية الشهر، فلازم أنا من رأيي إن كل شهر مرتين ثلاثة ناكلوا أكلات من غير لحوم ولا سمك ولا فراخ ولا أي حاجة. لازم نريحوا جسمنا برضو من اللحوم يا جماعة، فإحنا في آخر الشهر، فمعظم الناس بتقبض مرتباتها آخر الشهر يعني أول الشهر، فآخر الشهر لسه مثلا الخزين بقى اللي إحنا كنا جايبينه طول الشهر على وشك إنه يخلص بقى، أو خلص مثلا خلاص كده اللحوم خلصت ومش عارفة والسمك خلص والكلام ده. فنعمل إيه بقى؟ هنعمل لكم أكلة النهاردة جميلة جدا، أكلات آخر الشهر برضو كنت عاملة معاكم قبل كده في فيديو روتين المطبخ أكلات لآخر الشهر، وبرضو النهاردة هعمل أكلة لآخر الشهر يا جماعة، أكلة اقتصادية وفي نفس الوقت مفيدة ولذيذة، يعني ثلاث حاجات ثلاثة في واحد، يعني اقتصادية عشان آخر الشهر ومفيدة ومغذية طبعا وكمان لذيذة وطعمها حلو جدا. هعمل لسان عصفور ومعاه خضار مشوي في الفرن، تمام؟ هنشوف مكونات ايه ونشوف الحاجات ايه، يعني مش لازم الاكل يبقى فيه لحمة، يعني مش لازم، يعني في اكلات حلوة وجميلة من غير لحمة برضو، لازم جسمنا يستريح من اللحوم يا جماعة، تمام؟ فدلوقتي هنشوف مع بعض المكونات بتاعة الاكلة، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه، تمام؟ اول حاجة حضراتكم زي ما احنا شايفين كده هوت، الخضار اللي هنشويه في الفرن ان شاء الله عبارة عن بدنجان اللي هو الاسمر اهو، اي كمية عندك، بص كمية الخضار اللي انت عايزاها، ما فيش مقدار محدد يعني، ماشي. بدنجان ده انا هقشره واقطعه مكعبات، تمام، وفلفل الوان، انا دي الكميه اللي عندي فلفل، بصراحه كان عندي واحد اصفر بس، وعندي كان اتنين من الحمر قطعته واحد واحد هقطعه، لو عندي كمان اخضر رومي حطيه، تمام. يبقى الخضار اللي هحطه عباره عن بدنجان وفلفل الوان وكمان بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، وكمان فص كبير توم او فصين صغيرين توم مفرومين طبعا، وهتبل الخلطه بحاجه حلوه يعني سهله، حاجه بسيطه يعني موجوده في بيتنا. لسان العصفور انا مستخدمه حوا او مستخدمه اي حاجه، احط كوبايه كبيره او مج كبير، المج ده بيعادل كوبايه الميه، احط بس كوبايه كبيره لسان عصفور وهشوف هنسويها ازاي، تمام. فالاول حاجه هنعمل الخضار المشوي عشان هيقعد شويه في الفرن، هقشر البدنجان عشان ما اطولش وقت الفيديو واقطعه مكعبات وارجع لكم تاني. احنا كده قشرت البدنجان وقطعته مكعبات زي ما حضراتكم شايفين، وجبت الصينيه هدخلها الفرن، احط بقى البدنجان واحط الفلفل الالوان الكميه اللي عندك والبصل المتقطع مكعبات، اكله سهله وجميله جدا ان شاء الله، والثوم اللي هو المفروم، واحط اتبلهم بقى بايه، ملح وفلفل اسمر وزيت زيتون، ملح وفلفل اسمر، انا حبه فلفل اسمر اهو لسه هدعكم بايديا طبعا، وملح طبعا، مولع الفرن يا جماعه عشان خاطر ايه يسخن ويبقى كويس يعني يساعدني على السوا، وهفضل ايه اخليهم لغايه ما يستووا في الفرن، وافضل ايه اطلعهم كل شويه واقلبهم، تمام، لازم ايه اطلعهم كل شويه واقلبهم عشان ما يلزقوش وما يتحرقوش، يعني كل فتره كده اطلع واقلب اطلع واقلب، وزيت زيتون احط حبه، وعايزه اقول حاجه يا جماعه معلش برضو، طبعا كل ست بيت بتحاول تقتصد في مصروف البيت وبتقتصد في المرتبات في مرتب جوزها وكده يعني، بس لازم وهي بتجيب المشتريات الشهريه بتاعتها، لو كانت بتشتري بالاسبوع بقى بالشهر حسب ظروفها، المهم اللي هو بتجيب مشترياتها اللي بتجيبها تعمل حسابها في ازازه زيت زيتون، لازم انا نصيحه بقولها لكم، لازم تجيبي في مشترياتك ازازه زيت زيتون ان شاء الله حتى صغيره،
مش لازم كبيره، ازازه زيت زيتون صغيره تخليها تستخدميها في حاجات زي مثلا اكلتنا النهارده حطيت عليها زيت زيتون، فطاير السبانخ اللي عملتها قبل كده مع حضراتكم حطيت زيت زيتون. في بعض الاكلات يعني بتحتاج زيت زيتون، وزيت زيتون مفيد ومغذي وصحي جدا، فنجيب ازازه نخليها بس للضروريات او الحاجات اللي احنا هنحط عليها، مثلا جبنه قريش نحط عليها حبه زيت زيتون، يعني زيت زيتون مهم تحطيه في البيت برده يا جماعه، ما نستهونش بموضوع زيت الزيتون دوت، لازم نجيبه برده. تمام، انا كده حطيت زي ما قلت لكم الخضار اللي عندي، والخضار ده بيبقى حلو يا جماعه يعني عشان بيستوي ان شاء الله بسرعه، بدنجان وفلفل الوان وبصل وثوم وملح وفلفل اسمر وزيت زيتون، افضل بقى ايه اخلطهم مع بعض كده بايديا عادي اهو عشان ايه الخلطه والتتبيله تدخل مع بعض. تمام، كميه خضار حلوه جدا اهي، الكميه اللي عندي يعني ما لهاش ايه مقدار معين، انا ايه بخلطهم كده مع بعض. اهي كده اهو، جميل جدا كده، اغسل ايديا بقى. وايه ادخلهم الفرن، وزي ما قلت لحضراتكم مش هغطيهم ولا حاجه يا جماعه، مش هغطي الصينيه يعني، خليه كده في الفرن وكل شويه اطلع من الفرن واقلب اطلع واقلب. تمام، لغايه ما ايش يعني يشو او يستوي يعني. تمام، بس كده، وهنيجي مع بعض نعمل لسان العصفور. دلوقتي هعمل لسان العصفور، حطيت حب زيت مع حته سمنه صغيره، هحمر لسان العصفور فيها كميه برضو اللي انت عايزاها، انا هحط كوبايه لسان عصفور كبيره يعني تقريبا ربع كيلو، المفروض السمنه تسخن بس نسيت وانا بتكلم، نسيت مش مشكله. وحمرها بقى زي ما بحمر لسان العصفور عادي، طبعا هحط عليها كمان مكعب مرقه، مكعب مرقه دجاج، اي حاجه خضار، لحمه، فراخ، اي حاجه، وطبعا احط كوبايه ميه، كوبايه لسان العصفور عليها كوبايه ميه والملح طبعا، وممكن مش هحط لا فلفل اسمر ولا حاجه، وخلي بالي من الملح لان المكعب ده فيه ملح، فادوق الاول قبل ما احط الملح. تمام، وانا حطيت كوبايه لسان عصفور، احط عليه كوبايه ميه، حطيتي كوبايتين لسان عصفور كوبايتين ميه، بس لسان عصفور بدي كميه يعني. تمام، احمره طبعا، وزي ما بحمر لسان عصفور وارجع لكم تاني. حضراتكم بصوا ادي بحمر لسان العصفور، احنا شايفين كده ابتدى يتحمر اهو، واحط معاه المكعب المرق، اديله طعم جميل برضو. بحط الميه حطيت المكعب المرق زي ما قلت حضراتكم والميه، الكوبايه لسان العصفور عليها كوبايه ميه، وهنشوف بقى طبعا ايه الملح، اظبط الملح يعني ندوق الطعم عشان المرقه اللي احنا حاطينها خلي بالنا مش هنحط فلفل اسمر ولا حاجه، نحط لو محتاجه ملح نحط حبه ملح صغيرين، ونسويها زي رز عادي خالص، وهنشوف كل حاجه، وهنشوف برده الصينيه في الفرن دي لما نطلع واقلبها شكلها عامل ازاي. يا جماعه لسان العصفور هنسويه زي الرز عادي يعني، هحط كوبايه لسان العصفور حطيت عليها كوبايه ميه ومرقه، ونشوف الملح نظبطه يعني، ونخليها تغلي اهي كده تغلي، اروح مطيه عليها وحاطه الشياطه وتستوي عادي. بصوا حضراتكم لازم نطلع الصينيه كل شويه من الفرن، مش كل شويه يعني كل فتره، وايه ونقلبها كده اهو، نقلبها بالشكل ده وندخلها تاني الفرن لغايه ما ايه تتشوى وكده يعني، فلسه لسه عليها بدري يعني، هي بتاخد حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع في الفرن يعني. مش عايزه اقول لكم الريحه جميله جدا ازاي، ريحه الثوم مع البصل مع الفلفل كده اهو، مطلعه ريحه جميله جدا جدا جدا.
كده الخضار الشوى خلاص معانا واستوى. آه بدنجان اهو بقى طري جدا، اهو بقى طري، والفلفل برضو. طبعا الحاجات لما بتشوى طبعا حجمها بيقل. آه فهنشوف الشكل النهائي لما نقدمه مع لسان العصفور. اهو كده اهو اشتوى بقى مشوي واستوى، والالوان حلوه جدا مع بعض اهي. طبعا تحطي الكميه اللي انت عايزاها، عايزه تكتري عن كده كتري، عايزه تقللي قللي، يعني حسب ما انت عايزه. خلاص كده الشكل النهائي. بصوا شايفين لسان العصفور يعني جميل جدا، عامل زي الرز، والواحده بوحدتها اهي مش معجن ولا حاجه. زي ما قلت لكم كوبايه لسان العصفور عليها كوبايه ميه زي الرز المصري بالظبط، تمام. وبتحمر الاول طبعا زي ما احنا شايفين، وبعد كده بتحط عليه الميه ومكعب المرق والملح، تاخدي بالك منه عشان المكعب المرق يعني بس، وتسويه عادي وتوطي عليه النار وتحطيه تحت الشياط. وادي الخضار المشوي زي ما احنا شايفين الوانه جميله جدا، البدنجان والبصل والفلفل الالوان في منتهى الجمال، وما خدش وقت في الفرن، حوالي نص ساعه جوه الفرن بس لغايه ما بقى استوى وطرى كده. اكله جميله جدا وشكلها جميل جدا، واكله مغذيه واقتصاديه حلوه قوي قوي زي ما احنا شايفينها. بس كده هوت، ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. يا رب يكون عجب حضراتكم، تكونوا استفدتم منه. دي اكله اقتصاديه لاخر الشهر، او لو ما نعوز نريح من اللحوم يعني والاسماك وكده، لازم لازم جسمنا يستريح من اللحمه يا جماعه. مش كل يوم لحمه لحمه لحمه، لازم يبقى في يوم او يومين او ثلاثه في الشهر ناكلوا اكلات بدون لحوم، زي ما عملت النهارده اللي هي لسان العصفور بالخضار المشوي. ده جميل جدا ومفيد، حطيت فيه فلفل الوان، حطيت فيه باذنجان بصل، وحطيت فيه ثوم مع زيت زيتون وملح وفلفل اسمر، جميل جدا. ولسان العصفور طعمه جميل جدا غير طعم الرز برده. يا رب يكون فيديو النهارده عجب حضراتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم، وتشيروه للاهل والاحباب، وسيبوا كومنت تقولوا ايه رايكم في الاكل النهارده، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس امرا. والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناه عبير عامر، الى اللقاء.